هنقول والله يعني مثلا في نور في سنة صافية، هل الأب كان سوي؟ لا، عياله كلهم سويين، هو الوحيد المسوي، عائلته كلها سوية. ونتيجة طريق الخطأ توفى في الأخير، شايف، وترك الأهل، مع أنه يعني لا، عياله الرجال كانوا ممتازين، اي سويين، وانحرفوا بعض البنات، ولولا وجود هذول الجيدين كان صار سوء في البيت. خذوا دور الأب. من الأب، الأب اللي كله سكران، ما يدري عن بيته، يبوق بزوجته، يعاملها معاملة سيئة، يطق عياله، يطق مرته، يطق هذا، شايفه؟ طرحنا